يعني دكتور، هل هذه لها يعني كيف نوصف هذه المشكلة وكيف ممكن نفس الشيء تعالج؟ لأن كثيرين مثلا عرفوا المشكلة الآن نعم يقولوا كيف نعالجها، كيف نعم نتخلص من كل هذه نعم الأشياء؟ طبعا السلوك الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي احيانا له علاقه بنمط التربيه. تجد ان في بعض الاشخاص خجولين، في بعض الاشخاص طبيعه تربيتهم ما فيها اللي هي التعود على مجالس و المجالس مع الاخرين، وتنشا ينشا عندهم نوع من الثقه بالنفس تكون شويه ليست على ما يرام، يعني ما مهتزة. نقول من عدمه ولكن قد تكون مهتزة. أيضا قضية ذلك قضية التعود من الصغر، التدريب على مثلا تحس الأشخاص اللي متعودين يتكلموا في إذا تكلموا في إذاعة الإذاعة مدرسية المدرسية مثلا. تكون عندهم مسألة الانطلاق، هذه أكثر ثقة بالنفس تكون موجودة، مواجهة الجمهور تكون عندهم. أيضا نعم. الأشخاص اللي يلتزموا يكون عندهم شوية حساسية مفرطة، واجد يحطوا أهمية لآراء الآخرين. ايوه فأنا أحس إن أنا رأيي في نفسي أو ثقتي بنفسي دائما يعني تعتمد على مصادر خارجية، أنا ايوه أخاف فلان وش يقيمني، فهذه أيضا من ضمن العوامل اللي تخلي الأشخاص إنه يكونوا أكثر. وربما الطريف في الموضوع إنه لما جاءت جائحة كوفيد 19 ايوه وصارت الدراسة أونلاين، شباب كثيرين انبسطوا، فالحين صارت تظهر حالات في بعض الشباب يجد صعوبة في التأقلم، العودة إلى نمط الحياة القديمة ايوه يعني. نعم.